تحف فنية مميزة زوجت بين الفن والإبداع، منتجات حرفية مختلفة حاكتها أنامل آمنت بأهمية الجمال حتى لو كان مصنوعاً من النفايات، فكانت نتاجاً لمخلفات من المعادن والخشب وغيرها. حولت هذا المكان إلى متحف للمنتوجات التقليدية بولاية أدرار. اللي نديروهم والجمعية نتاعنا هي جمعية تهتم بالبيئة، خاصة الرسكالة. الرسكالة إعادة تدوير القمامة إلى تحف فنية، يعني ماشي هذيك الرسكالة تاع المصانع نتاع البيت. في أنحاء المعرض تعرض تحف متعددة الأشكال والألوان، توحي بأنه بالإمكان تحويل هذه المهملات إلى أثاث وتحف فنية قيمة، ولن يدرك من يشاهدها أنها كانت يوماً ستوجه نحو مكب النفايات. الصوالح اللي نخدموا بهم احنا المنتوجات نتاعنا متوفرة في كل بيت، زعما ماشي لازم تخرجي باش تشريها باش تقدري تعاودي تدوريها، كل شيء متوفر عندك. نبداو كيما هاد القرعة عندنا، هذا مشروب غازي برك العلف، كيما حنايا في المنطقة أدرار التمر متوفر في كل بيت، زعما ما كانش حنا اصلا الضيف كي يدخل عندنا نحطوا له التمر والحليب، علف ماشي حاجه والحلفه. تجربه ابتكاريه رائده في هذا المجال جعلت شعارها من لا شيء نصنع كل شيء. انامل ذهبيه حولت النفايات الى تحف فنيه مميزه وصديقه للبيئه.